رحب الكثير من أعضاء الكونغرس ومن الأمريكيين عامة بمقتل العولقي، قال داعمون لحقوق الإنسان إن هذه القضية تثير ما وصفوه بالأسئلة الخطيرة. فقد قال محام أمريكي في مجال الحريات المدنية إنه لم يتم بذل أي جهد لتوجيه اتهامات رسمية للعولقي، وإن هناك شكوكا حول انخراطه في أي من الجرائم حسب قوله. وقالت محامية أمريكية بمركز الحقوق الدستورية إنه إذا قتل العولقي على يد قوات أمريكية أو بمساعدتها فسيكون ذلك أمرا غير قانوني، كما شجب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قتل أنور العولقي. وقال قانوني أمريكي آخر إن الرئيس الأمريكي ليست لديه سلطة مطلقة لإعدام أي أمريكي إعداما فوريا بعد أن يقرر أنه عدو للدولة. تظاهر عشرات الأمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب المنظمة الدولية بالتدخل السريع لوقف أعمال القتل والانتهاكات التي ترتكبها القوات الموالية لنظام الرئيس علي عبد الله صالح على حد تعبيرهم.